ما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة فهي عازمة على تخليق إدارة ومحاربة الفساد والتخلص من أي شيء قد يعرقل القطاع، لأنه قطاع مهم وحيوي وهو وعاء كبير كقطاع اجتماعي. فإننا عازمون، وبالمناسبة أمس نصبنا لجنة خاصة مكلفة بجميع الجامعات الملكية المغربية في ظرف شهرين، وحددنا شهر فقط على أن ننجز لقاءات وتحديد دفاتر التحملات وحل المشاكل العارقة القانونية. وبالتالي أي جامعة توفرت فيها الشروط فنحن سندعمها وسنقوم بمواكبتها في برامجها، ونريد أن تكون لنا في ظرف شهر أو شهرين منتخبات وطنية للمشاركة في جميع التظاهرات لرفع الراية المغربية في أكثر من منطقة محلي ودولي. وإن شاء الله يعني هناك جامعات جادة وتقوم بدور الواجب، هناك جامعات تحتاج إلى مساعدة، وهناك جامعات يجب أن تستيقظ إذا أرادت أن تعمل. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.